الطيار الرئيسي عامة بغض النظر هو مصري أو لأ، من الأفكار اللي أنا مكنتش أعرف عنها كتير في الفترة اللي فاتت أو قبل كده يعني. بعد كده لما بدأت أسمع الفكرة وبدأت أقرأ عليها وكده اكتشفت إن دي حاجة مش يمكن هي مش جديدة، هي جديدة ممكن على مصر لكن هي مش جديدة في العالم عامة، هي موجودة في دول كتير. إحنا كلنا مصريين ومحتاجين حاجة تجمعنا، مش جمعية ولا جامع ولا مدرسة ولا جامعة، انما هو فكره رئيسيه كلنا نقتنع بيها، كلنا نمشي ونؤمن بيها عشان فعلا مصر تكون الدوله الرائده في العالم ان شاء الله. احنا قبل ثوره يناير كنا شرازم، كنا مسلم ومسيحي، كنا اهلي وزمالك، كنا سلفي وصوفي، كنا ناس كتير قوي متفرقه وكل واحد فرحان بالحته اللي هو يعني منعزل فيها. الطيار الرئيسي المصري خرجنا من الجزر المنعزله دي وحطنا في طريق واحد، في شارع واحد او في ميدان واحد اسمه ميدان التحرير. لما كنت في ميدان التحرير يعني كنت عايز ان اطلع ميدان التحرير بنفس الفكره دي، ففوجئت ان موجود ياس هو ده ممكن نعمله عن طريق الطيار الرئيسي المصري. يبقى ما حدث في ميدان التحرير هو الطيار الرئيسي المصري، واللي نحن بصدد نعمله دلوقتي هو مؤسسه الطيار الرئيسي المصري. الطيار الرئيسي المصري ده في رايي الشخصي ده استمراريه لميدان التحرير بس بطريقه مؤسسيه منظمه بتجمع البلد جميعا. الطيار الرئيسي المصري هو عوده الى بساطة ورقي الفطرة الإنسانية الباحثة عن الأصلح أو الأحق يعني. الطيار الرئيسي المصري بيجمع كل الشعب المصري بكل أفكاره وبكل وحداته المختلفة وتنوعه الثقافي والديني تحت حاجة واحدة، إن إحنا كلنا بنحب مصر. فهمي ليه إن هو طيار عابر للأفكار الأيديولوجية، عابر للتيارات السياسية التقليدية، وبيبحث عن الأحلام والأفكار والطموحات المشتركة التي تحظى بإجماع كل المصريين. الطيار ده بيجمع كل الناس بدون النظر إلى الاختلافات اللي إحنا كنا فيها قبل كده يعني. النوبيين والسيناويين والمسلمين والمسيحيين. بيخرج منه أي تطرف أو أي حاجة مش بتعبر عن معظم أماله وطموحات الشعب المصري. بيبحث عن المصلحة المباشرة لينا كمصريين، إن إحنا كلنا بننط من فوق أيديولوجياتنا وبنرميها ورا ظهرنا وبندور على مصلحتي ومصلحتك في إن الشارع يتسفلت وإن الحفر اللي فيه تتسد وإن الأنوار بتاعت الشارع تشتغل وإن كلاب الشوارع اللي بتهجم على الناس دي تتلم، بإن الأمن يحفظ، بإن الجناين اللي متبهدلة دي تتظبط، بإن الغاز الطبيعي يمتد في البلد والناس كلها تقدر تتحصل عليه بمساواة وبعدالة، بأن الخدمات بتاعت البلد توصل للناس كلها، بأن الفقراء ما يبقوش تحت مستوى الضنك والانهيار العصبي. أعتقد أن المصريين بيعتزوا بوطنهم كوطن وبيعتقدوا في المجتمع المصري، مقتنعين أن هم أن هو بني آدم مصري يحيا في هذا المجتمع، وبغض النظر عن تياراتنا واختلافاتنا احنا عايزين نعيش في المجتمع ده ككل، هيدعم فكرة الطيار الرئيسي المصري. تفعيل الطيار الرئيسي في المجتمع المصري هيدي فرصة ان احنا نقدر نفرز رؤية واضحة ونقدر نصنع حلم وطني حقيقي. طالما احنا وصلنا لنقطة اتفاق بيننا فمعنى كده ان احنا قللنا الاختلافات، قللنا المشاكل اللي احنا بنعملها مع بعض، ابتدينا ندور احنا ممكن نعمل ايه سوا، مش ممكن نعمل ايه سوا. هيبقى في الحالة دي توافق الى حد ما، هيبقى في وجهة نظر للاختلاف ونتقبله ازاي ونفهمه ازاي ونقدر نتعامل من خلاله ازاي. مش هيكون في اختلافات جامدة جدا في وجهات النظر ما بين توقعات وتفاسير مؤسسات مختلفة في مجالات مختلفة. نبتدي نحسن حاجات كتيرة في البلد، نبص على الأهداف الكبيرة أكتر من الأهداف الصغيرة، ولما أحقق الأهداف الكبيرة هدخل بعد كده إن الأهداف الصغيرة هيبقى سهل تحقيقها. هيخلي الناس كلها عايشة على أرض واحدة، مفيش تعصب، كلنا واحد ومفيش فرق بين غني وفقير. لازم الأول نكون مجتمع كويس، والمجتمع ده هو اللي هيوصلنا لكل حاجة مفيدة للشعب. هو بالضبط زي ما نجح في ميدان التحرير إن احنا نستعيد حريتنا وإن احنا نتجمع على مجموعة مبادئ بغض النظر عن اختلافاتنا الأيديولوجية، ومع وجود الاختلافات دي فهو برضه هيساعدنا ان احنا نحقق النهضه واي هدف مشترك يجمعنا. التفعيل دوت هيكون عن طريق بناء المجتمع المصري، بناء المجتمع المصري عن طريق توحيده تحت يافطه واحده، اليافطه دي هي انسان حر مصري، فهي ما فيهاش الا الانسانيه والحريه والهويه المصريه، علشان كلنا في الاخر نشارك في بناء مصر اللي هي بتاعتنا كلنا، مش بتاعت ايديولوجيه معينه او بتاعت اتجاه فكري معين بعينه. اكيد ان احنا كلنا كل واحد فينا له افكاره وايديولوجيته ومرجعيته اللي يحب يرجع لها في حياته وفي افكاره السياسيه، لكن احنا محتاجين في نفس الوقت جنب ده مبادئ اساسيه كلنا نتفق عليها، زي ما في يوم من الايام
كلنا في الثورة اتفقنا على مبادئ أساسية بسيطة جدا زي العدالة، الكرامة، الإنسانية، العيش الكريم. أظن إن بالطريقة دي إحنا مش هنخلي حد، مش هنقصي أي حد مفهوم الإقصاء، مش هنقصي أي حد من الصورة اللي إحنا عايزين مصر عليها كمان 5 سنين، كمان 10 سنين، كمان 100 سنة. كل التوجهات باختلافاتها هي هدفها في الآخر هدف واحد، وهو نهضة البلد. فإحنا بنحاول نوحد الأرض المشتركة ديت. أنا أظن إن مفيش مجتمع مصري أصلا ممكن يتكون بشكل حقيقي غير عن طريق الحالة دي، يعني هي الحالة دي هو الطريق الوحيد لمجتمع مصري حقيقي. لازم يكون في طيار رئيسي لمجموعة من القواعد بيتحرك فيه، لأن عدم وجود القواعد ديت بتخلي الشعب كله أو المجموعة كلها تروح في اتجاهات كتيرة زي ما بيحصل شوية دلوقتي في مصر، في اتجاهات جايز أيديولوجية أو اتجاهات يعني مش بتجمع، بتفرق يعني. بدأ يبقى في طيارات صغيرة ونختلف مع بعض، بعد ما الهدف الكبير قوي بقى له أهداف صغرى مرحلية. فده في تقديري معنى كلمة طيار رئيسي مصري، كلنا رايحين ناحية حاجة واحدة. كتر التناحر بين الأيديولوجيات المختلفة اللي بيحصل الأيام دي هيدوب تماما، والناس هتبص لهدف أكبر والبلد تتطور. هيحقق وحدة، هيحقق للناس انها تفهم ان الناس ممكن تختلف في قيم صغيره، بس في قيمه كبيره ممكن تجمعنا كلنا بغض النظر عن اختلافاتنا كلها. الطيار الرئيسي المصري هيساعد الجماعات ان هي تتجمع مع بعضها اكتر، وبعد كده الافكار الخلاقه بتطلع من تجمع الناس على مبادئ عامه واسعه بيؤمنوا بيها كلهم. ده ممكن يفجر اكتر الطاقه الابداعيه لناس كتير. فلازم الناس يبقى عندها الفهم لموضوع الأرضية المشتركة، وإن احنا لازم نتوحد على أهداف مشتركة، ونجنب شوية مصلحتنا الشخصية ومرجعياتنا الفكرية، لأن لازم يبقى في هدف موحد هو مصلحة مصر العليا أو النهوض بمصر للأحسن. في الحقيقة من التاريخ إن كل المجتمعات اللي أدت بعد كده لدول متقدمة هي بالأساس مبنية على تيار رئيسي، فكرة واحدة وحلم واحد، الناس بتروح على يمينها وعلى شمالها وبعيد عنها وقريب منها، لكن في النهاية خلاص تقدر تجمع حاجة بتجمع الناس دي كلها. لما الناس كلها اجتمعت على هدف واحد وقالت الشعب يريد إسقاط النظام، نجحنا وبشكل راقي جدا، وفجأة بالشكل تلقائي بقينا في دولة اتكونت تقريبا في ميدان التحرير، دولة منظمة قوي، دولة كلها أخلاق قايمة على الأخلاق. وبقيت ألاحظ الناس كلها بعد كده بتقول إحنا عايزين الروح اللي في الميدان دي تفضل موجودة. هو ده التيار الرئيسي المصري بالنسبة لي.